حياكم. هذا المكان في الخريطة اسمه حضرموت. هذا المكان يمتلك أهم كنز ممكن تمتلكه أي حضارة في التاريخ، وتصدر هذا الكنز للعالم، الإنسان الحضرمي. هذا اللي تمتلكه حضرموت. بعيداً عن التاريخ الطويل اللي كنزته حضرموت كأرض والممالك اللي جات فيها، راح أكلمكم اليوم عن الإنسان الحضرمي. هذه الأرض أخرجت لنا المتنبي عظيم الشعر العربي وأمرؤ القيس. وشوقي للغنى مدينة حضرموت. تخصصوا بالتجارة، وهم من أهم سكان الجزيرة في التجارة. في الواقع تجارتهم ما كانت تجارة يعني مثل غيرهم. كانوا في أيام الجاهلية يصدرون لمكة البخور واللبان. هذا اللبان الحضرمي كانت تستخدمه أهم كنائس أوروبا في طقوسها. بل عندما جاء الإسلام كانت بردة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يستقبل فيها الوفود بردة حضرمية شهيرة. ليش أقول أن الحضارم تجارتهم كانت مختلفة؟ لأن تجارتهم كانت لا تقدم السلع فقط، بل ساهمت في نشر الثقافة الإسلامية والعربية. إذا تتكلم عن دخول أندونيسيا وماليزيا وشرق آسيا، تتكلم عن التجار الحضارم الذين ذهبوا لتلك المناطق وتاجروا مع الأسيويين، وبسبب أمانتهم وصدقهم دخلت هذه الشعوب للإسلام. أندونيسيا اليوم أكبر بلد إسلامي من حيث السكان، فيها 250 مليون مسلم. عدد الحضارم في شرق آسيا بشكل عام قرابة 25 مليون نسمة وفق بعض الأرقام. يعني لك أن تتخيل هذا الرقم اللي استقروا في آسيا منذ ذلك الوقت. اللي يميز الحضرمي لما يستقر في بلد يعاملها معاملة الوطن. لذلك قلت لكم حضرموت تصدر لك إنسان ولا تصدر لك مهاجر. عبد الرحمن باسويدان أحد أهم قادة الاستقلال في أندونيسيا، وبعدين صار وزير الإعلام الأندونيسي من أصول حضرمية. علي العطاس وزير خارجية إندونيسيا حتى عام 1999. We have a very active civil society not only in Indonesia but in many other Asian countries. يعتبر أكثر وزير خارجية في إندونيسيا استمر في منصبه. علي عبد الرحمن شهاب وزير خارجية إندونيسيا كان أيضا حضرمي الأصل. أما في ماليزيا نتكلم عن عبد الله بدوي رئيس وزراء ماليزيا اللي ترك المنصب عام 2009. نتكلم أيضا في آسيا عن مرعي الكثيري رئيس وزراء تيمور الشرقية. الحضارم في آسيا ما زالوا إلى اليوم محافظين على بيئتهم بشكل عام.